من الشأن السياسي إلى الشأن الاقتصادي، الجامعة العربية تحتضن مؤتمر وزراء الاقتصاد والاجتماع العرب من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمام هذه الدول، ومن أجل رفع التوصيات والمقررات الخارجة من هذا الاجتماع إلى القمة العربية التي ستعقد في الجزائر نهاية مارس المقبل. ملفات تتعلق بالتكامل العربي مثل تطورات منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، كانت المحور الرئيسي في نقاشات الوزراء. القطاع الخاص العربي باعتباره أداة أساسية في الاقتصاد العربي ومكون لما يزيد في أحوال كثيرة عن 75% من الناتج المحلي الإجمالي ومولد لوظائف بنفس النسبة تقريبا. أما في الشأن الاجتماعي، بحث الوزراء العرب أوضاع اللاجئين في المنطقة وكذلك سبل حماية الشباب من الفكر المتطرف. أود الإشارة إلى أمر أراه من أخطر التحديات التي تواجه أمتنا على الصعيد الاجتماعي والإنساني في المستقبل، أعني بذلك الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تقاسيها مجتمعات اللاجئين والنازحين في عدة بلدان من المنطقة العربية بسبب ظروف النزاعات والحروب المستعرة. فلسطين جددت مطلبها بضرورة فتح الأسواق العربية والاعتماد عليها كبديل عن اقتصاد سلطة الاحتلال. الإخوة العرب بمساعدتنا للتوجه للعمق العربي من خلال إعفاء المنتجات الفلسطينية من كافة الرسوم وفتح الأسواق العربية للمنتجات الفلسطينية، بالإضافة إلى طلبي منهم كذلك هو دعم فلسطين ودعم القدس خصوصا في الظروف اللي بتمر فيها حاليا. الأوضاع المتوترة في عدة بلدان عربية فرضت نفسها على الملفات التنموية التي ناقشها الوزراء، لذا تم التجديد على ضرورة مساعدة هذه البلدان. من القاهرة أشرف المبيض، تلفزيون فلسطين.